احنا مشتغلين على اللائحه التنفيذيه بتاعته بحيث تطلع معاه على طول ويبتدي تطبيقه. وان شاء الله يعني بعد ما سياده الرئيس وافق على موضوع عام 2018-19 عامل الاعاقه يكون في تطبيق، وكل وزاره عندها برنامج ايه الحاجات اللي هتنفذها في القانون، حتى الرصيف جايبين سيرته في القانون اللي حضرتك ذكرته. شكرا. طيب شكرا دكتوره غاده. دوليا اتفق العالم ما بين منظمه الصحه العالميه والجمعيات الدوليه للاعاقه على تعريف ذوي الاعاقه، وقالوا بلاش ذوي القدرات الخاصه، ذوي الاعاقه كلهم ذوي قدرات متنوعه، لكن تعريف ذوي الاعاقه بيترتب عليه حقوق قانونيه، ومصر موقعه على اتفاقيه دوليه بتلزمها باستخدام هذا التعريف لانه بيترتب عليه حقوق محليه اقليميه ودوليه. فذوي الاعاقه يعني الدوله بتقدم لهم التزامات على الدوله. شكرا. المطلب بتاع شمال سيناء خاص بالكهرباء حاضر، حاضر بتاع رفح والشيخ زويد والعريش، هي يعني وانت عارفه ليه. حاضر حاضر، لكن حاضر حاضر. المواد التمويليه عن طريق قوات مسلحه ما اعرفش ده تنفع ولا ما تنفعش معانا. اتفضل يا فندم. لا الصوت مش كويس. في تعاون بينا وهننسق، واذا كان في اي نوع من التامين هنعمله، بس اللي انا متاكد منه انت اذا عايزه حاجات معينه التموين موجود ومخزن، انت عايزه على البضاعات الاخرى. بتتكلم على بضاعات اخرى، هننسق مع سياده المحافظ، واذا كان في اي نقص من اي حاجه ان شاء الله نحركها مع التموين. شكرا. احنا مش عايزين ندي وعود للناس ومن يعني وعود يعني طبعا طبعا. فلسة دسمة يا فندم. الحقيقة وسيادتك منحت الشباب أكثر من 45 دقيقة زيادة عن الوقت المقرر، وده بيعكس مكانتهم في قلبك. الشكر جزيل وموصول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بكرة عندنا جلسة مهمة، ثلاث جلسات مهمة، ثم جلسة اسأل الرئيس، وهيكون في فرصة تانية في حوار مباشر مع السيد الرئيس، فما تستعجلوش. شكرا ليكم، هنستكمل بكرة. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. شكرا. أنا اللي بشكرك وأرجو إني ما أكونش أطلت عليكم. شكرا جزيلا. بسم الله.